لين علام صبيحات مراسل الغد. علام، ردود الفعل إزاء ما تمخض عنه اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي؟ نعم سنار، الموقف التركي ثابت على حاله، لا تغيير في هذا الموقف المتعلق بعمليات التنقيب أو بطبيعة التوتر القائم بين الجانبين التركي واليوناني. تركيا تقول إنها تصر على موقفها في عمليات التنقيب، وبالتالي نستطيع هنا أن نتحدث عن أيام قليلة فقط تفصلنا عن الاجتماع الذي سيعقده المجلس الأوروبي، والذي على أساسه سيحدد طبيعة العقوبات التي ستفرض على تركيا، أخذا بالاعتبار أن الكثير من المراقبين سواء في تركيا أو في الجانب الأوروبي يتحدثون الآن عن طبيعة وحجم هذه العقوبات وليس عن إذا كانت ستفرض أم لا. الجانب التركي رغم هذا يقول إنه ماض في عمليات التنقيب، ومدد في أوقات سابقة عدة مرات عمل سفينة التنقيب التركية أوروشريس وعمل سفينة التنقيب التركية بربروس التي أيضا تعمل في نفس المنطقة، وهي من الخطوات التي كان الاتحاد الأوروبي أو المجلس الأوروبي بشكل أدق كان قد طالب تركيا بالتراجع عنها من أجل تهيئة الظروف المناسبة لتأسيس حوار بناء وجيد مع الجانب اليوناني عندما عقد الاجتماع الذي عقده المجلس الأوروبي في الأول والثاني من أكتوبر الماضي. أعطى مهلة لمدة شهرين لتركيا من أجل إعادة حساباتها والعودة عن الخطوات التي اتخذتها وعدم اتخاذ خطوات جديدة خلال شهرين، ولكن تركيا استمرت في عمليات التنقيب وفي التدريبات العسكرية، وبالتالي الأنظار تتجه الآن في تركيا إلى طبيعة العقوبات التي ستفرض من الاتحاد الأوروبي في الاجتماع القادم أوائل ديسمبر القادم. هذه هي صورة بشكل عام، ويبدو أنه لا تراجع على الأقل حتى الآن على أقل تقدير من قبل الجانب التركي عن أي خطوات، على اعتبار أن تركيا تعتبر بأن هذه الخطوات بما يتعلق التنقيب تحديدا عمليات التنقيب هي حق مكتسب لتركيا وقبرص الشمالية كما تقول أنقرة طبعا، ولكن هذا ليس هو الملف الخلافي الوحيد بين الجانبين، هناك ملفات خلافية أو تباينات في وجهات النظر على أقل تقدير بين الجانبين التركي والأوروبي، من بين هذه الملفات الملف السوري والملف الليبي وملف ناغورنو كاراباخ، وبالتالي الصورة يبدو أنها معقدة والأمور تذهب إلى المزيد من التعقيد بين الجانبين. إذن من اسطنبول علام صبيحات مراسل الغد، شكرا جزيلا لك.